الجولة جالت وجابت وميد راديو بشراكة مع هيدن شولدرز كانت معكم في ربعات المدن المغربية الدار البيضاء الرباط مراكش وأكادير. واليوم كنقولوا لكم شكرا، شكرا على اللقاء، شكرا على الوفاء، شكرا على الفرحة، وشكرا على المحبة. في الجولة زرناكم وكنتمنوا نكونوا فرحناكم حنا وعدد من النجوم والفنانين اللي حضروا معانا. محسن صلاح الدين، البقاس قاسي ناسي راسي جبنا، رياض العمر، سهره مغربيه وبعيون عينيه حي الاسره العلويه يا اغلى رجالنا، رشيده طلال معانا كاملين، هذه راهي لكم نتوما، عيون عينيه ساقية الحمرانية، نواد نوادي يا سيدي نواد نوادي، صفاء وهناء، محمد عدي، رحت تكوني شريكتي في الحياة، انا لو كان غيري يا مات ما كرهتش انا ما كرهتش انا، سعاد حسن، امري لله والحب عدد هلكتيني وهديتيني وشفتي فيا، قالولي 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 انا جيت انا جيت وانا جيت شوني ما، ريبان فيزيون، مرحبا يا لالا غنينو، سمعت اللم اللم انا دري تكلم هكا من جات الغم هالنغمه الشعبيه، سامي سعيد، عايش على الصاد، وفرق فنيه بمختلف الالوان الشعبيه، لالا مولاتي ميد راديو لالا مولاتي مع هيدن شولدرز كيقولوا لكم شكرا على حضوركم بأعداد كثيرة وكبيرة، وهنيئا لكل فائزين بقصائم شراء تراوحات ما بين 1000 و2000 درهم، وأكيد إن شاء الله غادي نتلاقاو معكم في جولة جديدة نزوركم ونفرحوكم. يا